طول ايام المحاولات الاعتداء على كل الحريات في البلاد من عهد بورقيبه الى بن علي الى الحكومه الحاليه، يعني نفس الاسلوب المتبع من طرف الجميع في محاوله الهيمنه على مكونات المجتمع المدني واخضاعها. هذه مناسبه باش نزيدوا ندعموا العلاقه هذه في تفعيل هالتعاون ومتابعه الملفات، متابعه القرارات. واعتقد احدى البوادر انه الجديد في هذه الندوه وخاصه بعد رمضان الجاري حضور بعض جمعيات اخرى، مش فقط جمعيات كما قلت جمعيات الهجره او جمعيات تونسيه التونسيين بالخارج، وانما هذه جمعيه اولياء المفقودين بالعراق وبقيه البلدان، وهي كي قال بقيه البلدان لان موجوده في عديد البلدان وخاصه العراق وليبيا حاليا. ذكر الاخ محسن، قلت بعد رواتب الجامعي، لانه ذكر الاخ محسن اشار اشاره الى المتهمين الثمانيه بحرق مركز الايواء، لانه لابد من التاكيد على ان مراكز الايواء هذه هي عباره على مراكز نازيه، ذكرنا بالنازيه باعتبار انه يقع فيها تجميع التونسيين دون وجود حدود الدنيا للحياه الانسانيه اللائقه، يعني هي مراكز ايواء. وكما قلت ذكرنا هذوما اللي سجون غير شرعيه، سجون غير قانونيه، لا هي سجون غير شرعيه وغير قانونيه ولا انسانيه بالمره، لا تتوفر فيها حد ادنى من شروط الحياه الانسانيه. ذكر كذلك الاخ محمد صالح فيما يتعلق بازدواجيه الخطاب ليس فقط في ملف الهجره، لانه يعني ملف الهجره هو احدى مظاهر او تكريس ازدواجيه الخطاب والممارسه للحكومه، واحنا عشنا العديد منها ونظن عشنا العديد منها سواء كانت متعلقه بالماضي القريب واش بعيد، لان الحكومه نفسها ماهيش بعيده في التاريخ. الزيادات في الاجور من تاكيد على ان السنه بيضاء ومحاوله التشكيك في وطنيه الاتحاد العام التونسي للشغل الى انه لا ما فهموناش وما كانش هذاك قصدنا. اخيرا نوصل اخيرا للمبادره اللي اعلنها الاتحاد العام التونسي للشغل من مسانده مطلقه على لسان مختلف مكونات الترويكا او التكتل الثلاثي الى تهجم نهارين التالي من احد الرموز السياسيه للسلطه وهو المستشار السياسي لرئيس الحكومه، لانكم تذكروا اشكاله. اذا مساله ازدواجيه الخطاب هي ليست في ميدان الهجره فقط، ونحب ناكد في هذا المجال ان البرنامج نتاع اليوم الوطني للهجره اللي عاملينه لا يختلف في شيء عن البرامج السابقه اللي كانت تعمل فيها الحكومات السابقه نتاع بن علي نفسه، مسؤولين جمعيات محسوبة أو يحاولوا أن يحاولون أن يظهروا أني مستقلة، وكلنا نعرفوا أني قريبة لهم حتى من خلال انتماءات حزبية واضحة اللي ظهرت بكل وضوح وبكل جلاء في الحملات الانتخابية للنهضة، ونقولها وتحمل مسؤوليتنا كاملة، لأنه مشكلتنا في هذه ازدواجية الخطاب ومشكلتنا ما هيش معهم هما مباشرة، وإنما في انعكاسات ازدواجية الخطاب والممارسة على تونس. وازدواجية الخطاب والممارسة هذه ليست حكر كما قلت في تعاملهم مع الاتحاد أو مختلف مكونات المجتمع المدني، وإنما هي حتى داخلهم أنفسهم، لأن إذا كان توصل إلى درجة استعمال بلد الفار معناها ولي الذراع فيما بيناتهم، نتذكروا في كذلك مش من بعيد في قضية البغدادي المحمودي، في قضية مصطفى كمال النابلي، أخيرا في آخر قرار وقع اتخاذه من طرف كاتب الدولة في ندوة على مستوى جهة، قرار بمثل هذه الأهمية في إطار المزايدات والهروب إلى الأمام حول الاندماج العربي انطلاقا من الاندماج المغاربي، كاتب دولة في جهة في ندوة بتاع جهة يعلن على قرار بمثل هذه الخطورة، واللي هو حلم من أحلام هذا الشعب من يوم توجدت مكونات الاستقلال في مختلف البلدان. إذن قلت ازدواجية الخطاب والممارسة
ينجمش تجسد ما يقال ويرفع من شعارات حول الاهتمام أو التأكيد على أن المسحة العليا للوطن والمسحة العليا للشعب توصل نرجع شوية وأبناء شعب المهاجر هم أحد مكونات هذا المجتمع، وإذا كان لزتهم الظروف الحياتية في تونس على أنهم يقتربوا ويمكنش بحال من الأحوال أن يقع التواصل معهم بمثل مناسبات نعمل ندوة ناخذ قرارات وتوصيات وشوية تعارف ورجعنا فرحين مسرورين. هذا ما يلزموش يتواصل بهذه الشكلة، رغم أن نعاود نقول الحكومة الحالية كل المؤشرات تدل على أنهم مواصلين في نهج السابق على غرار مواصلتهم في النهج السياسي والاقتصادي السابق، لأنه في نهاية الأمر كل ما وقع تسطيره في السابق من توجهات سياسية واقتصادية متبعة، واللي يهمنا ماهوش تغيير الوجوه وإنما يهمنا تغيير السياسة الفعلية حتى تعود كما قلت بالفعل على أبناء الوطن بالمصلحة. نرجع ونقول أنه ملف الهجرة ملف يهمنا كبقية الملفات، والجمعيات جزء من العناصر أو عنصر من العناصر الأساسية اللي يلزم يقع تشريكها بصفة فعلية. تواضع طارق وقال أنه للاستشارة، لا مش للاستشارة وإنما للمشاركة الفعلية، باعتبار أنه ما نجم حتى حد يعرف المشاكل الحقيقية لأبناء للمهاجرين قد المهاجرين أنفسهم، وما يلزمش تقع عليهم وصايات من أي طرف كان، لا من طرف الحكومة ولا من طرف، لأنه طارق قال أنه إحنا طرف. نحب نأكد على أنه تحدثنا في الموضوع هذايا أنه وقال هو أنه إحنا منش كل الجمعيات الهجرة، وإنما إحنا جزء من جمعيات الهجرة، جزء من جمعيات الهجرة في فرنسا، جزء من جمعيات الهجرة في أوروبا، وجزء من جمعيات الهجرة في العالم أجمع. وبنجمش يقع تغييب الناس هذية أو تشريكهم بتشريك سوري، أو كذلك عملان صحيح إيجابي أن نجيبوا 1000 من أبناء المهاجرين متاعنا للتعرف على بلادهم إيجابي، ولكن ما يلزموش يقع استعمالوا ذر رماد على العيون، لأنه يجب معالجة المشاكل الحقيقية بما في ذلك علاش هذوما إلى حد الآن ما يعرفوش بلادهم شنية الظروف اللي عايشينها. يلزم معالجة الأسباب وموش معالجة الظواهر. نأكد مرة أخرى ونقول أنه الاتحاد العام التونسي للشغل مساند بدون أي قيد أو شرط، ويعتبر روحه طرف، خلينا نقول طرف دعم ومساند وليس معوض وليس بديل، لأنه رغم أننا احنا في الوقت الحاضر قاعدين طرحت لنا إشكاليات جديدة في كيفية أنه المهاجرين في الخارج طرحين علينا مسألة الانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل، لأنه إلى جانب ما يقرؤوه من مصداقية وقدرة وثقة في الاتحاد فإنهم يعتبروا رواحهم غير قادرين على أنهم يكونوا فاعلين بصفة مباشرة في النشاط النقابي بالاتحاد العام التونسي للشغل، وهي إن شاء الله حتى احنا على مستوى الاتحاد في الندوة الدستورية للهجرة اللي نعملها إن شاء الله في سبتمبر شنكونوا مع بعضها باش ندرسوا المسائل هذه. ونحب نختم باش نقول أنه التوجهات هذه نتاع الحكومة مواصلة في كما قلت ازدواجية الخطاب والممارسة لا تستقيم، ما تنجمش توصل لتغليب المسحة العليا على الوطن، لأن هناك العديد البوادر اللي تدل شأنهم شأن النظام السابق